السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة أخيرا بيع الحمام اللحم الفرنسي البيور، كل اللي في السلكات ده هنبيعه يا جماعة، حوالي 24-23 قص، هنعرضهم كلهم للبيع إن شاء الله. المكان لو أول مرة بتشوفنا مكان دمياط القديمة، رقم الموبايل واتساب وفودافون كاش 010-6366-9413. التواصل واتس برسائل مكتوبة، لأن المكتوبة بتكون في صالحك أنت، ده بيحفظ حقك، بيكون معك مستند بين البائع وبين المشتري بمحادثة اللي هي الواتساب المكتوبة، يعني لو حصل أي خلاف بتقدر تنشر المحادثات دي أفضل من المكالمات. مفيش شحن حمام إلا بعد تحويل ثمن الحمام على فودافون كاش. الأماكن المتاح لها شحن من دمياط، لأن أنا من دمياط، هي القاهرة موقف عبود أو موقف السلام، إسكندرية طبعا لموقف المحافظات، المنصورة، بورسعيد، الإسماعيلية، وده بيكون لموقف المحافظات بس يا جماعة، موقف المحافظات، بأكد تاني عشان محدش يفتكر إن الحمام هيوصل له لحد بيته. ده لأننا بنشحن في سيارة الركاب، أنا بروح الموقف، العربية اللي رايحة محافظتك وهي ماشية العربية جاهزة، أنا ما بكونش عارف السواقة ولا حاجة، بقول له خد الحمام ده ووصله وبعطيه رقم المشتري، وقبل ما أمشي من الموقف بخلي السواق يكلم المشتري أو المشتري يكلم السواق ويتواصلوا مع بعض، وبرضه بيتفقوا على أجرة السواق اللي هي أجرة الشحن يعني. وطبعا أجرة الشحن بتكون على حسب الكرتونة حجمها وعلى حسب المكان اللي حضرتك هشحن لك له الحمام. قبل ما نبدأ الفيديو عايزك توقف الفيديو كده ثواني، تنزل تعمل لايك وتكتب تعليق، صلي على النبي وتدعي للبائع والمشتري بالبركة، ربنا يبارك للبائع والمشتري، وتقول بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، عشان احنا هنعرض كل الحمام اللي عندنا، الحمام اللي هو تعب يا جماعة، الحمام ده تعبي اللي انا بتعب فيه، اللي محدش بيبيع تعبه، محدش بيبيع تعبه بالسهل كده، فانا بديكم الحمام اللي عندي الاصول بتاعته، وببدأ تاني ان انا اجهز من الشباب اللي في الارض دي، ابدأ اسكن السلكات تاني واتعب التعب ده من جديد، كل ده عشان خاطر عيونكم، عشان تكون كل الناس مرضية اللي هي هبيع لهم من السلكة كل قص على الطبيعة، على عيبه وعلى مميزاته هتعرفها دلوقتي. طيب سؤال كل واحد مشتري حمام بيسأله، وكل واحد يقول لك الحمام ده بيلحم على كم يوم؟ طبعا سؤال صعب جدا، اصعب سؤال بجاوب عليه، اللي هو بمعنى ايه ان هو صعب؟ صعب ليه؟ يعني مثلا القص ده، القص ده برضه هبيعه على حسب سعره، القص ده معاه جوز زغليل اهو، اقسم بالله الجوز الزغليل اللي معاه دول فاقسين، وهو الحمام لسه معاه الزغليل الثانيه، انا ما فطمت الزغليل اللي كانت معاه القص ده بعد ما الزغليل دي فقست، يعني كان معاه زغليل ومعاه زغليل في وقت واحد، تمام؟ يبقى بس هل هو كده على طول؟ لا، ممكن بقى المرة دي فقس كده او لحم كده، المرة اللي بعدها يتأخر، المرة اللي بعدها ممكن ما يبيضش المرة دي غير بعد ما يفطم الزغاليل دي، تمام؟ وطبعا احنا عارفين ان فيه رعاية وفيه فيتامينات وفيه حاجات من دي، وفيه كلفة متوازنة لازم تعطيها للحمام عشان الحمام يلحم معاه. القص ده انت شايف بسم الله ما شاء الله معاه زغاليل قربت لحجمه، بسم الله ما شاء الله، من القصوص الغالية برضو، مش من القصوص اللي هو عشان ما لحمش لقش، يعني الزغاليل بتوع دول قربهم يتفتمهم او مفروض انهم كانوا يتفتموا، لكن انا سايبهم له، حد يقول ان هو عنده قص ما بيبتش الا ما يفتم الزغاليل. طيب القص ده عمل كده المرة ده، هل هو كده كل مرة؟ لا، مشكلة كل مرة. طب انا فرحان به ان هو كده، انا فرحان وسايب له الزغاليل ان هو يأكلهم يعطيهم مناعة، حتى لو القص ده حصة انا سايب معاه الزغاليل لحد ما البيض التاني يقرب يفقس، هو خلاص قربهم يبيضهم، ده طبعا لو ما تنقلوش من المكان، لو بعتهم برضو هياخدهم حوالي 15 يوم على ما يتعودوا على المكان الجديد، تمام؟ يبقى ده عشان السؤال اللي هو الناس اللي بتقول بيلحم على كام يوم. طبعا انا افضل اي مشتري ان هو يجي يستلم الحمام بنفسه ويعاين الحمام وهو يستلمه من بيتي من المنزل يشرفني، طبعا ده بيكون اريح ليا وافضل للمشتري اللي هو بيحب يشوف حمامه بنفسه. طيب علشان محدش يزعل مننا، الاولوية للبيع اللي احنا هنعمله دلوقتي ده للناس اللي كانوا مكلميني من زمان على الواتساب ومش في اي حاجة تانية، وكمان لازم يأكد ان هو عايز الحمام بعد نشر الفيديو، ان ما كلمنيش اللي ما يكلمنيش تاني ويأكد عليا ان هو عايز الحمام، انا هعطي الحمام للي يكلمني، معلش اعذروني، اللي هيأكد عليا، لان في ناس كتير بيكونوا مكلميني واجي اكلمه يحرجني يقول لي ان هو اشترى، انت لسه فاكر حاجات زي كده، فمعلش معذرة، اللي مش هيتكلم تاني هعطي الحمام للي يطلبه. انا مرقم سلكات كده من 1-24 كده، الرقم اهوت، هنبدأ برقم 1، طبعا انت هتتفرج وتشوف القص الحمام وشغله وسعره، اذا عجبك هتقول لي انا عايز القص ده، تختار بنفسك من السلكات.
طبعا القصر رقم واحد ده احنا يا جماعه قلنا لسه مش هنبيعه دلوقتي عشان لسه بنكون منه سلاله اللي هو اللاحم السلفر، لسه ما عنديش بقى، بنحاول نكون منه سلاله قبل ما نعرض منه للبيع. يبقى هنبدا على طول برقم 2. ده القصر رقم 2، ده قص شباب لسه هيبقى اول شغله ان شاء الله، هيحصم على طول باذن الله. انت شايف السلاله وشايف الحجم بسم الله ما شاء الله. افضل ان انت ما تاخدش القص ده وتسيبه لي لما اجربه واكشف على بيضه، هو يحص في خلال ايام ان شاء الله، لكن طبعا اللي ياخد القص ياخد حوالي اسبوعين على ما يتعود على المكان الجديد. ده سعره 350 جنيه على وضعه كده، لو حصه وجربناه هيبقى 400 جنيه ان شاء الله. ده رقم القص رقم 2. القص رقم 3 اهو ان شاء الله، تحته حصى شغال قبل كده 2 3 يعني مش كتير. اقصى حاجة في الحمام اللي عندنا يا جماعة شغلها من السنة اللي فاتت بس، يعني نقول بقى لها سنة، تحته حصى معمر سعره 400 جنيه تمام اهو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للي هياخد. ده القص رقم 4 اهو يا جماعة، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، حاجة محترمة. ده 400 جنيه تحته برضو حصى مخصب، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك للي هياخده. القص رقم 5، ده القص رقم 5، ده الذكر اللي بالعلامة الحمراء ده، وده النتاية اللي بالعلامة الزرقاء دي. طبعا ما عليهمش حصى لكن انا مجربهم. مجربهم ازاي؟ الذكر كان اخد نتاية تانية والنتاية دي كانت اخد ذكر تاني، عجبني شغلهم فقلت اجوزهم على بعض لان حجمهم حلو. دول هيكونوا 400 جنيه، انا مجربهم طبعا. الحاجة اللي بقول عليها دي يا جماعة لغاية دلوقتي بضمان، اللي هقول لك عليه بعد كده من غير ضمان هقول لك عليه من غير ضمان، وزي ما تحب يعني. دي النتاية دي كانت اللي هي في راسها الازرق دي، شوف حجمها اكبر من الذكر ما شاء الله، كانت اخدة ذكر رومي ومعها زغليل، هوريك زغليلها. ده الزغلول ده اللي فيه الحتة البني ده، ده ابو رومي اهو، والزغلول التاني اللي جوه ده اهو باين اهو، ايوه راحوا زغلولين مع بعضهم بسم الله ما شاء الله. حجمهم يعني تهجينة الرومي على اللحم، ذكر رومي وانتهى لحم، حجمها محترم، بيطلعوا زغلول محترمة. بس انا طبعا انا كنت عايز اسيبهم اكل من ولادهم، لكن عشان الطلب مني لحم كتير فاخدت النتاية جوزتها للذكر ده، يعني عشان تكون عارف ايه الحكاية يعني. والذكر برضو مجرب على انتهى لحم، بس انا حبيت ان هم اطقمهم يعني الجوز لايقين على بعض. رقم 6، ده تحتهم حصى، النتاية دي اول شغلها مع الذكر ده، كان شغال قبل كده اللي هو الذكر اللي على الشمال ده شغال قبل كده، والنتاية دي اول شغلها. كشفت عليهم الحصى مخصب. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا لسه طالعين من الصيف، ناس كتير لسه عازلين الحمام، انا بدات الموسم بدري عشان ان انا ارضيكم، فما تحكمش على انتاج الحمام لسه من الوقت، لسه الموسم ما بداش، فانا بدات بدري. ده سعره برضو 400 جنيه. رقم 7، رقم 7 معهم الزغلول ده. البيضة التانية افتكر كانت اتكسرت او ما فقستش، طبعا احنا في صيف زي ما قلنا فما تحكمش على الحمام في الصيف، ومحصيين الحصوية هي الاولى، انا حتى لسه ما كتبتش عليها التاريخ تمام اهو، لسه بننتظر ان هم يحصم الحصوة التانية. ده سعره برضو 400 جنيه. القص رقم 8، معاه زغلولين ان شاء الله، ما شاء الله مأكلهم كويس يا جماعة ما شاء الله لا قوة الا بالله، رغم ان ده اصغر شوية بس مشبعين الاتنين. زي ما قلت لك ان احنا في الصيف اهم حاجة يأكلهم الزغلولين، مش مشكلة واحد صغير واحد كبير. والقص ده ان شاء الله يبيض قريب، بس احنا نحط لهم طاجن كده ان شاء الله بعد ما نخلص تصوير. ده اذا ما حدش خده، لو خدته ممكن يقعد عندك 15 يوم. رقم 8 ده سعره 400 جنيه. القص رقم 9 ده اللي قلت لك عليه المرة اللي فاتت، بيطلع زغليل حجمها حوالي كيلو وربع زغلولين، بيلحم يعني بتلاقي معاها زغليل وزغليل، لكن ده مش معظم الوقت عشان برضو ما تقوليش انت قلت لي، لكن هو اخر مرة اقسم بالله انا شايل الزغليل اللي فطمتها ومعاه زغلولين صغيرين كانوا فقسهم.
القص ده يا جماعه 500 جنيه للي عايزه، اللي مش عايزه يعني خلاص سيبه لي. تمام، ده القص رقم 10. القص ده اهو، طبعا كنا عازلين الحمام لسه اول ما يشتغل في الصيف، معاه حصويتين مخصبين بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. برضو القص ده 400 جنيه. قص رقم 11 اهو يا جماعه، ده انا كنت مبدل ده كربنتايا بسم الله ما شاء الله، ما تشوفهم هتشوف الحجم، تمسك في ايدك هتلاقي حمامتين، هتلاقي قص حمام محترم. شوف كده اهو يا جماعه القص على بعضه اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا بنتظر ان تاتي حص في اي وقت، ممكن قبل الشحن تكون حصت ان شاء الله. ملحوظه يا جماعه، لو اي قص عليه بيض مش هشحنه، لان احيانا البيضه بتتحشر وقت الشحن. البيع مش هيكون لا بزغليل ولا ببيض، علشان مش هينفع اشحن لحد البيض والزغليل، طبعا البيض هيتكسر في الطريق والزغليل هتموت في الطريق، ده حاجه لازم برضو نقولها للناس. يبقى ده 11 ب 400 جنيه. رقم 12 بسم الله ما شاء الله، ادولي الزغلولين تحت اهم، هنشوف كده القص فوق اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. النتايه بتحصي دلوقتي ان شاء الله، قاعده في الطاجن عشان تحصي. ده 450 برضو، اللي عايزه يقول لي، اللي مش عايزه ما حدش يقول لي غالي، يعني انا من الاصوص اللي انا بحبها، رغم ان هو متاخر في البيض المره دي، لكن المره الثانيه ما بيتاخرش. خلاص تمام كده، وحتى لو اتاخر ما عنديش انا مشكله في التاخير، المهم عندي ان هو يجيب لي زغلولين محترمين زي كده. القص رقم 13 اهو يا جماعه، تحته تبيض اهوت مخصب ان شاء الله، ده من الاصوص المحترمه، شايف ما شاء الله الحجم الشكل كل شيء في مواصفات الحمام اللحم. ده برضو 450 يا جماعه، حاجه من الاصوص اللي تحبها. القص رقم 14 ده، القص ده اهوت، القص معاه زغلولين. طيب فيهم عيب الزغلولين دول، المره دي طلع فيهم العيب ان هو الريش بتاعهم مش مكتمل، هم كانوا على فكرة قرع عن كده. لكن هقول لك على حاجة، انا محتاج زغلولين كبار زي كده ان انا اكلهم، ما عنديش مشكلة ان هم طلعوا المرة دي ريشهم مش حلو، وانا عارف هم طلعوا ريشهم من حلو ليه، لان انا شغلت بادوية تانية كتير، فالحمام كان ناقصه املاح معدنية، فانا شغال معهم بالجروفيت بلس في المية دي، الريش ده كاسة كتير عن كده، لكن مش مشكلة لما ناكل الزغلولين دول المرة دي. لكن حجمهم ممتاز جدا جدا جدا، دول سعرهم 450 جنيه. القص رقم 15 اهوت، ما شاء الله لا قوة الا بالله، الحمامة اللحم البيور اهو يا جماعة بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، زغلولين محترمين بننتظرهم ان شاء الله يحصهم في اي وقت، زي ما قلت لك احنا في الصيف. سعرهم 400 جنيه. رقم 16 اهو يا جماعة، القص بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، ده رقم 16. هما بيحضروا عش هنا في المكان ده، طبعا السلاكة فيها رف فوق. ده القص اهو يا جماعة، معاه الزغلولين دول لسه عمرهم صغير بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، حاول كده، هما بينزلوا من الطاجن كده، معرفش يعني ايه بيحبوا يتهوم، وهو على فكرة افضل في السن ده انهم ايه ما يعرقوش في قلب الطاجن. الزغلولين هم، والاهالي بتحضر العيش مش مستعجلين عليهم يعني ولا حاجه، احنا لسه الجو حر، لسه الموسم ما بداش. سعر القص ده سعره 400 جنيه. القص رقم 17 اهوت، ما شاء الله لا قوه الا بالله يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، يعتبر اول شغله ده تقريبا، معاه زغلول حجم كبير، البيضة التانية كانت اتكسرت، لكن الزغلول اللي معاه بسم الله ما شاء الله، حاول كده نجيب الزغلول من الاهالي، ما شاء الله لا قوة الا بالله، الاهالي مأكلينه كويس جدا جدا يعني، ان شاء الله يبقى زغلول كويس، وان شاء الله المرة الجاية يطلع الزغلولين. القص ده سعره برضو 400 جنيه. القص رقم 18 احنا كنا بدلنا ده كربنتايا، طبعا اللي ما بيعجبنيش فببدله، لذلك انا اعرضه ب 300 جنيه. هتاخده ب 300 جنيه، هتاخده من غير ضمان، هتستنى اما يشتغل يبيض واجرب البيض واكشف على الحصى بتاعه، هيبقى ب 400 جنيه.
هو زي ما يعجبك، لكن هتاخده ب 300 جنيه هيبقى زي ما هو كده على وضعه. تمام. القص رقم 19. اه يا جماعه بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يبارك لصاحب النصيب. تحته حصى مخصب طبعا برضو لسه بنشغله اول عش في الصيف ده بعد يعني عشان نبدا الموسم بدري. تحته الحصويتين مخصبين وده اللي يهمنا. ده اشتغل حوالي 20-30 في الموسم اللي فات. تمام. يعني الحمام ده كله يا جماعه ما فيش فيه حاجه اكتر من سنه. القص رقم 20 اهو بسم الله ما شاء الله، ده معاه حصى مخصب اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. ادي القص اهو تمام كده ما شاء الله ربنا يبارك لله ياخدهم. ده سعره 400 جنيه. طيب لسه في اربع قصوص بره، لكن قبل ما نعرض الاربع قصوص اللي بره هقول لك، انت شفت حد قبل كده بيبيع الحمام اللي في السلكات عنده اللي هو اصول الحمام اللي عنده؟ انا ما اظنش ان حد بيعمل كده، لكن ده اللي احنا حبينا نتميز بيه، ان احنا بنبيع لك الحمام اللي احنا الحمام بتاعنا الاصول الحمام بتاعنا اللي احنا مجهزينه لنفسنا بنبيعه ونرجع نتعب تاني نعمل حمام جديد من اول وجديد اما نجهز. يعني انا ما اظنش ان حد بيعمل الحته دي، لكن طبعا عشان نكون مميزين. حاجة كمان لازم تكون عارفها، تسليم الحمام بداية من الأسبوع القادم، يعني من أول الأسبوع الجاي إن شاء الله من يوم السبت أبدأ أشحن الحمام، وهيبقى على دفعات. معلش عشان أنا راجل كبير وما أقدرش إن أنا أشحن الحمام ده، أروح الموقف كذا مرة، الموقف بعيد عليا، فأحاول كده يعني إيه أدوني فرصة أخد نفسي إن أنا أجهز، لأن أنت عارف عم بجيب كرتونة وبشحنها، موضوع مجهود كبير محدش يعرفه غير اللي شحن الحمام قبل كده. القص رقم 21. القص هو بسم الله ما شاء الله اول شغله. هو تحته زغلولين. سعر القص ده 400 جنيه. ده القص رقم 21. القص رقم 22. اول شغله برضو. السلكة اللي دي كلها اول شغلها. اول عش يعني. ما بطش قبل كده خالص غير هو الحصويتين دول. برضو تحته زغلولين تقريبا فاقسين مع الزغلولين اللي فوق. اتمنى من اللي هاخدهم ان هو يسيب لي القصوص دي اسبوع كمان ياكلوا الزغليل دي شويه يقومهم شويه وبعد كده ياخدهم يبقى كتر خيره يعني. تمام. ده برضو سعره 400 جنيه. قص 23. ده برضو قص لحم طالعين كده طفره بدبوس فيهم كل مواصفات اللحم، لكن الدبوس دي كانت اول مره اشوفها. طبعا كانوا زغلولين فاقسين مع بعض، نتها طلعت عيش لكنها كانت متجوزه ذكر تاني، فانا فضلت ان انا اجوزهم لبعض. هم اخوات اي نعم، لكن هم باضوا تاني اهو. النتها باضت تاني، يعني هي طلعت جوز زغليل قبل دول، وده اول حصوه تانيه في العيش التاني. برضو سعرهم 400 جنيه. القص ده رقم 24 اهو، معاه بيض اول شغلهم برضو. كل اللي في السلكة ده اول شغله. ده اهو القص اول حصى يحصيه بسم الله ما شاء الله. البيض مخصب، شايف جفن العين يا جماعة؟ اهو الناس اللي بتدور على الجفن اهو ما شاء الله، لا قوة الا بالله. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.